تنتشر عادة الاحتفال بالقرقيعان في كل رمضان في دول الخليج العربي، واللي تعتبر من العادات القديمة في بعض الدول، وتناقلتها الدول الإسلامية لأنها توحي بأجواء رمضانية جميلة. القرقيعان هو تقليد سنوي يحتفل به في معظم بلدان الخليج العربي وغيرها من الدول في منتصف شهر رمضان، حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياء شعبية ويرددون الأهازيج وتوزع عليهم الحلوى. تختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافا بسيط، لكنها تبقى متشابهة في مضمونها. في الكويت يسمون القرقيعان، وفي البحرين يسمون قرقعون، وفي قطر ينادون قرنقعو، وفي عمان قرنقشو. لما يكمل القمر الكويت القديمة كانوا يطلعون يعني الفقارة، الناس توزع لهم، بس كانت شيء كانوا يوزعون لنا يعني شوال مكسرات، سوالف حب ما حب شغلات. الحين لا، الحين والله قرقعان اللي قبل سنه سنتين صار كله دكوره. يعني قرقعان قبل كانت الناس زحمه ومستانسه، ولما يقرقعون كلهم واحد يعطي الثاني. قبل كان القرقعان وايد بسيط وحلو ومرتب، الحين كله يفكرون انه يبون شيء غالي، شيء خبه. كل شيء كان بسيط، الحلاوه بسيط، الافكار كلها بسيطه. الحين تقريبا كل شيء قاعد يصير اوفر. يعني قبل الناس بالشوارع يطق البيبان، الحين معهم شغالات خدامات يطق الباب. يعني راحت لذة وناشة القرقعان حيل حيل. أول القرقعان كنا نفتر بين الفرجان وايد، كان عندنا قواطي أو شغلات أو طبل، وأكثر كان القرقعان كان البرميت والنقل. وقت قبل كنا الصراحة نطلع نتمشى بين الفرجان، كنا نوزع الحلويات وناخذ حلويات. حالاته هو ببساطته بأموره يعني اللي احنا عارفينها يعني. فالحين صار نوع من المجاكرة شوي. قرقيعان وقرقيعان بعد شنو؟